إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يتقلب المسلمون منذ أن بعث الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، يتقلمون بين انتصارات وغيرها، وما بين ابتلاء وغيره، ويتقلبون ما بين نصرة الله تعالى لهم في الدين، وبين ظهور لهم، وبين ابتلاء ينزل بهم. ومن نظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه كان مهما كثرت عليه الابتلاءات كان ثابتًا واثقًا بنصر الله تعالى للأمة، وكان يحدث أصحابه في أحلك المواقف بأن نصر الله تعالى قادم، وأن بزغ ملك الإسلام لا يزال ظاهرًا. ولعلنا نقف اليوم على بعض المواقف التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، التي لو وقعت اليوم في زماننا لربما وقع اليأس في قلوب بعضنا من أن ينصر الله تعالى دينه. نحن اليوم نتألم لما نرى من صور القتل والمجازر على المسلمين، نتألم عندما نراهم في بورما والروهنجا، ونتألم عندما نراهم في سوريا، ونتألم عندما نرى رؤوساً تدك وبيوتاً تهدم على رؤوس أصحابها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نراه اليوم من مظاهر القتل والتفجير على إخواننا في بلاد الشام، من طائرات تقصف بيوتاً ليس فيها إلا نساء وأطفال لم يقاتلوا ولم يعترضوا، وإنما اجتمعوا من أيتام وأرامل تحت سقف بيت لا يكاد يظلهم من شمس ولا يحميهم من مطر، ومع ذلك لم ترحمهم يد الباطل والطغيان من أن تدك هذه البيوت على رؤوسهم. نتأمل في هذا فنحزن، لكن لا ينبغي أن يقع في قلوبنا أي نوع من اليأس من نصر الله تعالى لأمتنا. تعالوا نقف على شيء من المواقف التي وقعت في نفس نبينا صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعد بعض الأحداث حوله، لما وقعت حادثة أحد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ساحة المعركة، ثم أمر 50 من الصحابة أن يبقوا على جبل صغير يشرف على ساحة المعركة، سمي بعد ذلك بجبل الرومات، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على هذا الجبل فلا ينزلوا أبدا، حتى قال لهم: لا تنزلوا، هزمنا أو نصرنا فلا تنزلوا، لا تنزلوا حتى لو رأيتمونا تتخطفنا الطير. فلما كان في أول المعركة هزم الله تعالى المشركين، وجعل المشركون يلقون ما بأيديهم من أسلحة ومن متاع ليتخففوا أثناء الهرب، فقال الرماة الذين في جبل الرماة: قد انتهت المعركة، تعالوا ننزل مع الصحابة. فقال لهم عبد الله بن جبير: قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنزلوا، لكنهم عصوه فنزلوا، ولم يبق إلا هو قائدهم وثلاثة معه. حتى التف خالد بن الوليد وكان مع المشركين يومئذ، التف مع 100 فارس وأمطر المسلمين بالسهام حتى وقع على المسلمين ما وقع: 70 من الشهداء، 214 من الجرحى. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى مقتلة أصحابه بين يديه، ومثل بعدد من الصحابة. ثم قال الله تعالى بعدما انتهت المعركة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني لماذا تقع علينا الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده
يعني لما وعدكم بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلون المشركين في أول المعركة، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. يعني ما كف الله كان أحسن وأعظم، فإن الله لما انتصر المشركون لم يجعل في قلوبهم الهمة ليكملوا الطريق إلى المدينة لغزوها وفتحها، وإنما اكتفوا بالمعركة ورجعوا إلى ديارهم. ولو أنهم دخلوا المدينة والصحابة ما بين شهيد وما بين جريح فما الذي كان سيحصل؟ لكن الله من رحمته بالمؤمنين خفف المصيبة وصرف المشركين عنهم. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعركة وقد قتل، استشهد عمه حمزة واستشهد أصحابه بين يديه، وهو عليه الصلاة والسلام قد أصابه من الجراح والشجاج في المعركة كما أصاب أصحابه. وبعد معركة أحد فقط باثني عشر يوما يقبل رجال من قبل مكة من قبيلة عضل والقارة، يقبلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعزونه فيما حصل في أحد، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أيتاماً آباؤهم استشهدوا في أحد، يرى نساءً لا يزلن في الحداد، يرى أصحاباً له فقراء بما أنفقوا من أموالهم. فلك أن تتخيل بمقدار ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام من التشوق لنصر الله ومن الرغبة في تحسين وضع أصحابه ومن البحث عن أي طريق وأي سبيل لأجل إخراج الأمة من تلك الأزمة التي تعيشها. أقبلوا وقالوا نحن قبلنا أقوام يريدون الدخول في الإسلام، فأرسل معنا رجالا يعلموننا الإسلام. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه عشرة من خيارهم ومن القراء ومن الصالحين ومن علماء الصحابة من الذين يصلحون أن يكونوا دعاة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة، أمر عليهم عاصم بن ثابت ومعهم زيد بن الدثنة ومعهم خبيب بن عدي وجمع من الصحابة الكرام، حتى إذا ذهبوا قبل مكة ووصلوا إلى بئر يسمى بذات الرجيع ونزل هؤلاء الصحابة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد يعاني من قلة القراء والعلماء بين الصحابة، فإنه خرج إلى أحد بتسعمائة وخمسين مقاتل، فرجع ثلاثمائة مقاتل لم يقاتلوا من المنافقين، ولم يبقى إلا ستمائة وخمسون فقط، استشهد منهم سبعون وجرح منهم مائتان وأربعة عشر، فلم يكن عنده إلا قليل يمكن أن يوصلهم في دعوة إلى إسلام. فاختار هؤلاء قلة من قلة من قلة، حتى إذا وصلوا إلى بئر ذات الرجيع انطلقت عليهم قبائل من بني لحيان، جاءهم مئة رجل وهم مدججون بالسلاح، وأقبلوا وأحاطوا بالصحابة، معهم السهام والرماح والسيوف والخناجر وهم على خيولهم، والصحابة قد نزلوا عند الماء يستريحون. فلما رأى عاصم بن ثابت ذلك أمر العشرة جميعا أن يصعدوا على مرتفع، فصعدوا على مرتفع ومعهم أيضا سهامهم يرمون من أراد أن يصعد إليهم، فقال لهم أولئك لكم عهد الله وميثاقه، لكم عهد الله وميثاقه أن تنزلوا وأن لا نقتلكم. قال عاصم والله لا أصدق كافرا مهما أقسم وحلف، لا أصدقكم ولا أنزل على مواثيقكم، أنتم لو تعظمون الله عبدتوه ولم تشركوا به شيئا، والله لا أنزل. فجعلوا يرمون الصحابة والصحابة يرمونهم حتى استشهد من الصحابة السبعة ونزل ثلاثة، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل ثالث، فأقبلوا إليهم يحل الكفار الحبال التي الأوتار التي في قسيهم ليربطوا بها الصحابة، فقال زيد، فقال الرجل الثالث هذا والله أول الغدر، تقولون لا نقتلكم وليس معنا سلاح لماذا تربطوننا؟ فأراد أن ينطلق إلى سلاحه فقتلوه. ثم أقبلوا بخبيب وزيد وباعوهما إلى رجال ممن قتل بعض أهليهم في معركة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يظن أصحابه الآن
في حلق القرآن وفي دروس العلم، وينتظر أن يأتوا إليه بالبشائر بكم دخل في الإسلام، حتى حبسوهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، لكن ما كان عنده من القوة والجيوش ما يستطيع به أن يغزو بني لحيان وعضل والقارة لأجل أن يستشخرج أصحابه أو أن ينتقم له، ما كان عنده ذلك. كما أن عددا منا اليوم يرى إخوة وأخوات وأبناء وأطفال ورجالا وشيوخا يقتلون في أنحاء الأرض ولا تستطيع أن تقدم لهم شيئا، يتفطر قلبك وتنفجر نفسك وتدمع عينك ولا تستطيع أن تقدم لهم شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن خبيبا وزيدا لا يزالان مأسورين وأنهما ينتظران القتل وأنه يتربص بهما، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في قلة من أصحابه وضعف من العتاد والعدة، فلا يستطيع أن يجمع جيشا لنصرهم، حتى إذا خرجوا بخبيب لقتله ربطوه على نخلة وجعلوا يرمونه بالسهام يمينا ويسارا، وقال له بعضهم: أتود أن محمدا مكانك وأنك في أهلك ومالك؟ كأنهم يقولون: ما جاء بك إلى هذا المكان إلا طاعتك لنبيك، أتود أنه هو الذي مكانك وأنك عند أولادك؟ قال: والله لا أتمنى أني في مكاني هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. كيف تقولون يكون مكاني؟ والله أفديه بروحي أن تصيبه شوكة، فكيف أتمنى أن يكون مكاني؟ ثم جعل يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم دعا عليهم ثم رموه بالسهام، فلما وجد حر الموت قال: اللهم بلغ رسولك صلى الله عليه وسلم عنا، بلغه بما فعلوا بنا. وكان عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وهو لا يزال يتذكر السبعين الذين استشهدوا في أحد، مناظرهم بين عينيه، لا يزال صورة عمه حمزة وقد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه، لا تزال صورته تتمثل أمام عينه، ومع ذلك ها هو يرى الآن أصحابا له آخرين، لهم أطفال ولهم نساء ولهم دنيا ولهم بيوت، وتركوها وذهبوا طاعة لله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام أبا صهيب، وعليك السلام أبا صهيب، وعليك السلام أبا صهيب. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بما وقع على إخوانهم، وبعدها بثمانية عشر يوما أقبل رجل اسمه ملاعب الأسنة مالك، مالك بن عوف، أقبل إلى المدينة من قبل نجد، وقال: يا رسول الله، إن قبلنا إسلام في نجد، وأهل نجد يا رسول الله فيهم بطش وقوة، إن دخلوا في الإسلام أعانوك على الإسلام، وقد بلغني ما فعلت بك قريش وما صنعت بأصحابك. والرجل كان صادقا وإن كان كافرا لم يسلم بعد، فأرسل معي رجالا يدعون قومي إلى الإسلام، وهو لم يسلم بعد لكنه كان صادقا، فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من خيار الصحابة إلى قبل نجد، أكثر من ألف كيلو يسيرون أياما حتى يصلوا إلى نجد، وبعث معهم كتابا إلى سيد من سادات نجد عامر بن الطفيل، بعثه مع حرام بن ملحان رضي الله عنه. فلما وصل الصحابة إلى موضع في نجد هو بئر معونة، نزلوا يرتاحون، فانطلق حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل سيد من سادات نجد من قبائل نجد ليعطيه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، فلما قرأه غضب، وذلك أن هذا الخبيث أصلاً كان قد وقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام موقف سابق، وذلك أنه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة
وقد خطط أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بأحد أصحابه وقال: سنختلي بمحمد، نتحدث معه وأنا أشغله بالكلام وأنت تضربه بالسيف. فلما اختلى معهم النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى صاحبه مرارا، جعل صاحبه كلما أمسك السيف انتفض وجمدت يده، والله يقول: والله يعصمك من الناس. فلما علم أنه لا طريق لقتل النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: يا محمد اجعل لي الملك من بعدك وأسلم. قال: لا، الملك لله يؤتيه من يشاء. قال: سأسلم على أني ملك على الوبر وأنت ملك على المدر، أنت ملك على الحاضرة وأنا ملك على البادية. قال عليه الصلاة والسلام: لا. فغضب، قال: والله لأملأنها عليك خيلا ورجيلا، ولأغزونك في ألف شق أشقر وألف شقراء، ولأربطن في كل نخلة فرسا، يعني لأملأن الأرض جيوشا تقاتلك. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى إلى بلده، ولم يزل حانقا حاقدا حاسدا، حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه رسالة فيها من عبارات اللطف والأدب ما يدعوه فيها إلى الإسلام. فلما رأى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قتل الرسول حرام بن ملحان، ثم جمع ألف فارس، والصحابة قد نزلوا عند البئر بعد المشوار الطويل، وملاعب الأسنة قد مضى إلى قومه ليصنع للصحابة طعاما وضيافة، وتركهم في مكانهم. لم يكن الرجل خائنا، وهو كان عما لعامر بن الطفيل. فاجتمع الألف على هؤلاء السبعين، بل أقل من السبعين، فحرام بن ملحان استشهد، ورجلان منهم عمرو بن أمية ورجل آخر قد خرج يرعيان الإبل، وبقي هؤلاء البقية وهم قراء وعلماء ودعاة، ليسوا من عامة الصحابة، يعني ليسوا من الصحابة الذين يأتون ويدخلون في الإسلام ويمضي أحدهم ينشغل بإبله أو ينشغل بزرعه، لا، هؤلاء ممن جالسوه عليه الصلاة والسلام وحفظوا عليه القرآن وحفظوا السنة وتعلموا الدين وقاتلوا معه وجاهدوا وتربوا تحت يده، هم من صفوة الصحابة ليسوا عامة. ومع ذلك اجتمع هؤلاء الألف، والصحابة قد ارتاحوا بعد مشوار طويل، وأولئك جاءوا بقوتهم وعافيتهم وعلى خيولهم وبسلاحهم الكامل حتى أحاطوا بهم. فقام الصحابة إلى سلاحهم، فمنهم من أدرك سلاحه ومنهم من لم يدرك، وإلا هم أبطال ما استسلموا، هم مع علمهم إلا أنهم مجاهدون وشجعان ورجال. فقاموا إلى سلاحهم يقاتلون عن أنفسهم، لكن لا خيل ولا إبل، حتى اجتمع الألف عليهم فوقعت بينهم مقتلة، حتى قتل الصحابة جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يترقب هؤلاء السبعون، كم أسلم على أيديهم وكم اهتدى من المشركين بسببهم. لك أن تتخيل قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لك أن تتخيل الفجيعة التي وقعت على المسلمين، لك أن تتخيل المصاب وهو يرى أيتاما لسبعين رجلا، يراهم بعدما رأى الأولين في بئر معونة، ثم ما رأى أيضا في معركة أحد. لك أن تتخيل مشاعره عليه الصلاة والسلام وهو يرى هذا القتل يستحر في أصحابه، ومع ذلك ينظر إلى أصحابه الباقين تمتلئ قلوبهم حبا له ورغبة في نصرة الدين واستعدادا للتضحية، ووالله لو أمر الباقين أن يخرجوا من بعد أولئك لخرجوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد
كان يرعى الإبل عمرو بن أمية، وأدركه الألف أيضا ذهبوا يبحثون عن الاثنين، فقتلوا أحد الراعيين وتركوا عمرو بن أمية. رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحدثه بالمقتلة، من دفنهم، من واراهم، من اعتنى بهم بعد موتهم، ما هي نفسياتهم وهم يرون هؤلاء الألف بخيولهم حولهم، والواحد منهم عنده أطفال يفكر فيهم، عنده امرأة هو لها محب، ربما كان له أب وأم شيخان كبيران يحزنان لفقده ويتمنيان ضمه وشمه، ومع ذلك يقتلون ويستشهدون بمثل هذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه: بالله عليكم أيها الناس، قارنوا ما وقع من مصائب متتالية خلال شهر واحد، أحد ثم ذات الرجيع ثم بئر معونة، ويختار لها خيار الصحابة، ليس فيهم منافق بل علماؤهم وقراؤهم. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الكروبات؟ ما يقع اليوم في زماننا من قتل متتابع على المسلمين، إن رأيت الشام رأيت الطاغية متسلطاً على أهلنا هناك، إن التفت إلى العراق وجدت الصفويين الرافضة متسلطين على السنة هناك، تلتفت إلى أماكن متعددة فترى المسلمين يصيبهم من الكروبات والهدم والقتل والتشريد والاعتقال ما يصيبهم. أي مشاعر تقع في قلبك وأنت ترى هذه المناظر؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصاب بأعظم من هذه المصائب، ومع ذلك يسمع قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيوقن أن هذا كائن. يسمع قول الله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات، ثم يقرأ نصر الله للمؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيوقن أن ذلك كائن. ما وقع في قلبه أبدا شك في أن الله تعالى سينصر دينه، لكن هذا النصر لا بد أن يمر على ابتلاء، أن يمر على كربة كما يقع في زماننا اليوم. نسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفره وتوب إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في بلاد الشام وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.